السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: ما حكم استخدام البخور لطرد الجن وكذلك في الرقية؟ حرام، هذا ما يجوز استعمال البخور لطرد الجن، ما ورد هذا. الجن يطردون بالاستعاذة، استعذ بالله منهم، اقرأ القرآن يطردهم القرآن، الذكر ذكر الله عز وجل يطردهم. أما البخور ما له أصل وهو بدعة. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.